وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد الأخ أريس قصة، إن قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، الآيات جزء في القوم من موسى عليه الصلاة والسلام. إذا موسى ربي سبحانه وتعالى ملي غسني حول الجفاف الجوع القحط يزكس في اللاس نربي بنو إسرائيل زمن سيدنا موسى المن السلوى، وكان المن متيقا شيء يشبه العسل ينزله الله من السماء من بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس، دائما من بعد الفجر او الدكان يغلي الفجر ارتجي زوجوز ربي سبحانه وتعالى غيغنوان اخر ديت غلي تبوك سيدبي، وكان من يفضي الطرد الطير في الاشجار. اذا المن طعام ينزله الله من السماء بفضله ومنه على بني اسرائيل، هذا هو المن، شيء يشبه العسل، يعني طعام قال لذيذ فلك من بزاف يفضلنا ربي سبحانه وتعالى على العالمين. أما السلوى، السلوى إيجاد طير، اسم طائر السمان، لمن تكون السمان إلا ما يكون طائر يشبه السمان أو السمان نيت. طيب دابا السائل رزق سا إن المن اللي تيني كان غبانو إسرائيل إسي لغسول غزمان اللي غدوه، وهل صحيح أنه كان يعني يشفي أمراض العيون، يستعمل في شفاء العيون أو لا؟ نعم، أردتني النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن فيه المال، كمأة من المن فيه شفاء للعين، الكمأة من المن فيه شفاء للعين، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. الرواية لإمام مسلم قيس الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى فيه شفاء للعين. إذا الكم أكل ماشي المن غيلة، الكم أغفان سوى الغيلة، الكم أت جميم من المن. وكان من يختلى تلغ الأراضي العرب، تلغ الخليج بزاف، تلغ المغرب، ربما تلح تختونس، وكان مستيقى ما مكسرست نيسان الكم أرد يتفوق لقت ننظر خصوصا غير لا أسقاس بزاف إليني جيجن الرعد جيجن البرق، لأنك سبحان الله العظيم غادي تفوق الوقت اللي لاني كيكن بزاف غير تجهدوا سكواز مزيان، إلا لقوتني سكواز لقوت نونزال لقوتني كيكن دوثمان غادي تفوق الدوا كال ما من كيكا الكم لا لا ساق لها ولا ورق، عرفت كي تفوق كان يشبه البطاطا مثلا، ولكن غفلا سيكا إيكا زون الشوفلة تقريبا سادي تفوق هاتي إلا غنواحين تاليوين تقريبا سنواحين سفلة أرستيني ربما الشلحيت والله أعلم تيرفاس أريتيني لقتلي إلا ونظر بزاف لقتلي لاني جيجن أركتيني لبعض الخبراء اللي تعلقني علوم الأرض أننا كي غير للأمطار اللي يمكن أيسو ونظر 5 مللتر إخر 15 مللتر باش ما ريتيني ونظر مزيان أردي تفوق الدواكال سبحان الله. إذا ما اللي ستدور العيون هو الكمأة، الكمأة هو النبتيات اللي تتفوغ غوكال تتلى بزاف الخارج أرسست دوان أرقستيلي العلاج أرقستيلي الشفاء إذن ربي، وهذا الحديث الصحيحين وفي البخاري ومسلم تلا دغر مسلم. إذا أي اللي غيسقس السائل يصحى يسست دوان العيون خطي بالبديل نعم، ولكن الكمأة والكمأة يتقانيت النوع اللي دي زبز ربي في بنو إسرائيل. إذن المن ومنه الكمأة ليست مخصوصة ببني إسرائيل، غير بنو إسرائيل رسلت دي زبز ربي سبحانه وتعالى غيقنوان أرديت طرف الأشجار زون تلج أرديت تجوز بعد الفجر إخر طلع الشمس كي قط النهار. نعم، إذن الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. إذا رواية البخاري ومسلم قيس الكمأة من المن فيه شفاء، الكمأة من المن ماؤها شفاء للعين، هم كذا قال الله في الصحيحين الكمأة من المن ماؤها شفاء للعين. الرواية المسلم أدق من الرواية اللي لها صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن رواية مسلم فيه الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل ماؤها شفاء للعين، والله أعلم.